اهلا وسهلا بكل عشاق كره القدم الايطاليه. ريكاب اليوم مخصص لكاس ايطاليا الدور النصف النهائي، يلا بينا. اول مباريات الدور النصف النهائي لكاس ايطاليا هي ديربي ميلان، ميلان انتر، مباراه حساسه جدا في توقيت اكثر حساسيه. تواجهوا 25 مره في كاس ايطاليا، 10 انتصارات للميلان، 8 للانتر. انتر بطل الدوري، خسر لوكاكو، تغيرت امور كثيره مع اسبقيه اخذها في بدايه هذا الموسم، ولكن الميلان في نسق تصاعدي. الميلان يسترجع قوه ويسترجع حتى المنصب الاول بعد ما فاز عليه في الدوري. تقابلوا مرتين في هذا الموسم، تعادل 1-1 في المباراه الاولى، وفي العوده انتصار للميلان 2-1، وفي المرتين ياخذ الانتر الاسبقيه. طبعا الادوات الهجوميه للانتر تغيرت بخروج لوكاكو، جيكو يؤدي، ولكن المنظومه ككل وخاصه لوتارو مارتينيز ما عادش بنفس البريق. توهج كبير في هجوم الميلان، لياو، دياز، جيرو، تيو هرنانديز، ادوات فعله مع نص ملعب كيسي، بن ناصر، تونالي، لاعبين ممتازين جدا. الميلان في تطور وفي نسق عالي، ولكن هذه المباراة بالتحديد في هذا التوقيت صعبة جدا جدا. تعادلين للميلان، 4 تعادلات للإنتر، منهم 3 مباريات لم يسجل الإنتر في الدوري، مباراتين، وفي تشامبيونز ليج ضد ليفربول مباراة. تسجيل الأهداف أهم حاجة بالنسبة لهذه الفرق التنافسية. طبعا أتوقعت الإنتر لأنه الإنتر أكثر خبرة، وهذا موضوع هام جدا. على مباراتين الانتر اعتقد ردة الفعل منتظرة جدا، وخاصة تعويل انزاغي على لاوتارو مهم جدا بعد ما كان يعول في الفترة الأخيرة على أليكسيس سانشيز. جيكو لاوتارو ممكن يعطينا البعض او القليل من لوكاكو لاوتارو اللي خلت الانتر يفوز بالدوري، اتوقعها للانتر في مباراة الذهاب. صراع المدربين طبعا مهم جدا جدا في هذه المباراة. بيولي وضعه أريح شوية من إنزاغي، ولكن في القمم الكبيرة هذا الموسم أعتقد أنه إنزاغي اكسب كثير من النقاط. آخر المباريات اللي كانت في شكلها جيدة لإنزاغي كان اختبار ليفربول في الشامبيونز ليج، الفريق أدى بشكل كبير. طبعا تسجيل الأهداف هي النقطة اللي خيبت الفريق، مش سهل بعد كونتي أنك تمسك الإنتر بعد الفوز بالدوري وتواصل في الليفل العالي، يعني انت افضل من الجميع خاصه في بدايه الموسم. الفتره الاخيره فتره فراغ، ولكن اعتقد انه الانتر سوف يرجع الى اعلى الترتيب، ناقصه مباراه على الميلان، عنده مباريات الكاس، عنده فرصه في الشامبيونز ليج انه يعمل مباراه ثانيه جيده وليفربول، ويمكن يحالف الحظ انه يسجل. على كل انزاغي رغم صعوبه موقفه، ولكن اعتقد انه كسب ثقه الجميع. بيولي على العكس، النتائج ما كانتش كبيرة، ولكن في إطار المشروع نتاع الميلان مع مالديني كمدير رياضي، أعتقد أنه الفكرة أنهم يكملوا مع بيولي ويدعموه ببعض اللاعبين، وهذا اللي صار فعلا. الميلان بعد جدا عن الألقاب، الميلان بعد جدا عن المنصات، الميلان استراتيجيته من غير فلوس كبيرة مع بيولي بلاعبين شباب نوعية لياو، دياز، تونالي، لاعبين يعني يبحثوا عن المجد مع الفريق، مش جايين بمجدهم من أندية ثانية. مع بيولي اللي المفروض والمطلوب منه العمل التكتيكي وتوظيف اللاعبين أكثر منه شيء ثاني، مع الاعتماد على خبرة خاصة زلاتان. الميلان في استراتيجية يبني على مانيان كحارس معوض لدوناروما، الخسارة الكبيرة للميلان في حراسة المرمى، وتونالي، دياز، لياو، لاعبين شباب وعندهم طموح، وطبعا يرتكزوا على خبرة إبرايموفيتش. المهمة بالنسبة لبيولي في أوجها، الفريق في أعلى ترتيب الدوري، الفريق في نصف النهائي كأس إيطاليا، هي مجرد العودة للألقاب هو الطموح الأساسي. القمة الثانية، فيورنتينا يستقبل اليوفي، يستقبل في ملعب بسعة 100% بعد عودة الجماهير للملاعب في الفترة الأخيرة في إيطاليا. نقول ونكرر موضوع الجماهير لأنه حساسية مبالغ فيها
حتى تاريخيا بين فيورنتينا واليوفي من ايام روبرتو باجيو اللي انتقل من فيورنتينا لليوفي ولقى صعوبات كبيره لما رجع لهذا الملعب مع اليوفي في اول مبارياته ضد فيورنتينا. نفس الوضع بالضبط يعيشه فلاوفيتش اليوم اللي مازال كينتقل من فيورنتينا لليوفي، وعودته لملعب فيورنتينا ورفض يجدد مع فيورنتينا ورفض حتى عروض ثانيه من خارج ايطاليا وراح الى اليوفي. نعتقد هذه حساسيه باش تاثر على المباراه. فيورنتينا خسر مباراه الدوري الاخيره، انا اعتقد لانه في تفكيره عنده اليوفي اهم من باقي المباريات، عنده 7 مباريات لم يخسر في الدوري، نسبيا وضعه تحسن ولكن خسر اخر مباراه في الدوري لانه كان يفكر في مباراه الكاس. اليوفي في المقابل بعد بدايه موسم او نص موسم سيء بعد خساره كاس السوبر ضد الانتر، انا اعتقد انه أليجري تحت ضغط كبير جدا. قراره بعدم استقطاب مهاجم في بدايه الموسم كلفه كثير من ضياع النقاط، كثير من المباريات، ضغط كبير على الفريق، ما نجحش بدايه الموسم وبعد كثير على المنافسه. مازال متاهل في الشامبيونز ليج، عنده نصف نهائي الكاس، ولكن بالنسبه للدوري هو رابع وقريب جدا من التاهل للشامبيونز ليج. ولكن في اليوفي انا اعتقد تعودنا على الالقاب، ضغط كبير على أليجري، اختياراته، ديبالا مهاجم وهمي، يلعب في الفتره الاخيره بعد استقطاب فلاوفيتش، انا اعتقد انتهت مشاكله. فلاوفيتش لاعب هداف موهوب وفي اوجه، انا اعتقد انه بالنسبه لأليجري هذا السلاح الاول، ولكن فائده هذا السلاح واداء هذا السلاح في مباراه فيورنتينا باش يكون متاثر بشكل كبير بالجو العام. على كل قمه هي اخرى حساسه جدا بين فيورنتينا واليوفي، اتوقعها متعادله في الاخير. الجزء الثاني من البرنامج نستعرض فيه نجوم هذا الدور النصف النهائي. اعتبرنا أن جيكو ولياو هما نجوم ديربي ميلان، بياتيك وفلاوفيتش هما نجوم قمة فيورنتينا واليوفي. طبعاً جيكو قادم من روما لتعويض لوكاكو بعد الفوز بالدوري وبعد نجومية وأداء عالي جداً ورقم محترم من الأهداف بالنسبة لوكاكو. آخر 3 مباريات لم يسجل أهداف، آخر 7 مباريات جيكو هو الأكثر تسجيلاً والأكثر حضوراً، 3 أهداف من 7 مباريات أخيرة. تعامله وتفاعله مع لوتارو مارتونيز واحد من ركائز هجوم الإنتر ما كانش بنفس الشكل اللي كان بين لوتارو ولوكاكو. لياو هو اللاعب الأكثر تأثيراً في هجوم ميلان. صحيح أنه جيرو سجل هدفين في المباراة اللي بين الإنتر والميلان في الديربي، ولكن تخلى من الدكة وكان في نهاية المباراة. لياو لاعب أساسي، مهاجم نشط جداً على الأطراف، يتحرك سريع قوي، صاحب 3 أهداف في آخر 4 مباريات، يعتبر اللاعب اللي في الفورمة في الفترة الأخيرة ومن فترة طويلة حسب رأيي مع الميلان، هو لاعب مهم ومهم جداً. على الجهة الثانية بين فيورنتينا واليوفي، بياتيك فلاوفيتش ثنائية عن بعد رهيبة جداً في الوقت الحالي. بياتيك 5 أهداف في آخر 6 مباريات. فلاوفيتش منذ قدومه لليوفي يحتاج لدقيقة في الشامبيونز ليج باش يسجل هدف ضد فيلاريال ويعطي الأسبقية لليوفي. حل المشكل الكبير في اليوفي مشكل الهجوم. بياتيك أرقامه ووجوده والفراغ اللي خلاه له فلاوفيتش أعتقد أنه استغله بالشكل المطلوب. سجل كثير من الأهداف في الفترة الأخيرة وكان سبب رئيسي في النتائج أو مجموع النتائج الإيجابية اللي حققها فيورنتينا في الفترة الأخيرة في آخر 7 مباريات. ثنائية عن بعد بين الاثنين، الأسبقية فيها فشتكون في النهاية، يعني في المباراة الثانية لفلاوفيتش. المباراة الأولى أسبقية بيونتيك مع ضغط الجماهير. الاثنين من أميز اللاعبين في الفريقين وممكن حتى في الدوري الإيطالي. كانت هذه قراءتنا في الدور النصف النهائي. أتوقعها شخصياً أسبقية للإنتر في مباراة الذهاب ومتعادلة بين فيورنتينا واليوفي، وننتظر طبعاً تفاعلكم معنا على مواقع أبوظبي الرياضية الرقمية.